معامل X مش واحد ومعامل Y مش واحد. إذن شوف شو بدي أساوي، طلع الحركة اللي بدي أعملها. بقول يا أستاذ هاي عبارة عن ثلاث، هاي قوس الكبير منيش فيه، أخذ ثلاث عامل مشترك، شو بصفي عندي؟ X ناقص، خذ من 4 من 12 ثلاث عامل مشترك، بتصفي 4 الكل تربيع، زائد خذ ثلاث عامل مشترك، Y زائد 3 الكل تربيع يساوي 36. ولا أسهل منها. شو سويت؟ أخذت من هاي ثلاث عامل مشترك وأخذت من هاي ثلاث عامل مشترك، لكن التربيع للكل فوق، تربيع للكل فوق. طيب وزع التربيع شو بتصير؟ 9 في X ناقص 4 الكل تربيع، زائد 9 في Y زائد 3 الكل تربيع يساوي، ما صبناش الجهة هاي، ما صبناها. طيب ده تخلص من 9، إذن تقسيم 9، تقسيم 9، تقسيم 9 شو بصفي معي؟ X ناقص 4 الكل تربيع، زائد Y زائد 3 الكل تربيع يساوي كم؟ 4. تمام؟ X ناقص 4 الكل تربيع، زائد Y زائد 3 الكل تربيع يساوي 36 تقسيم 9 4. خلصت، صار الوضع القياسي ولا ما صارش الوضع القياسي؟ جاهزة، جاهزة بكامل مكملة، ولا عندنا مشكلة فيها. إذا مباشرة هون 4 هون ناقص 3 و R تساوي 2. تمام؟ طيب ناخذ كمان مثال عشان تتوضح معنا الصورة أكثر. هون عندي معامل X2 ومعامل Y2، إذا لازم أخذ هاي قوسي 2 عامل مشترك، راح تصفي عندي X ناقص 2 الكل تربيع. تمام؟ زائد خذ لي برضه من هون 2 عامل مشترك، في Y زائد 3 الكل تربيع يساوي 100. لاحظ إنه الجهة هذيك أنا ما صبتها، المية هناك ما لها علاقة فيها. طب وزع التربيع شو راح تصير؟ 4 في X ناقص 2 الكل تربيع، زائد 4 في Y زائد 3 الكل تربيع يساوي 100. هسه لازم تخلص من الأربعة، قسم لي على 4، على 4 هون، على 4 هون، على 4 هون. شو صارت عندي؟ X ناقص 2 الكل تربيع، زائد Y زائد 3 الكل تربيع يساوي 25. تمام؟ إذا 2 ناقص 3 و R تساوي، صعب الموضوع؟ أتوقع ما في أسهل من هيك. خطوة خطوة، أهم إشي أستاذ امشي step by step step by step step by step، تصل لهدفك بشكل بأريحية تامة. لكن أستاذ إنك تتفرج علي زي ما تحضر مسلسل ما مزبوط، أكيد ما راح يزبط، أكيد راح تصير تخبص. تتفرج على الحل بتلاقيه سهل، لكن لما تجرب إيدك راح تلاقي عثرات، إلا ما تلاقي عثرات فحل وامشي خطوة بخطوة. تمام؟ يعني احضر الفيديو أول مرة، تمام؟ عاود وقفه، ارجع أنت حل بإيدك، وعاود احضر كمان مرة وشوف شو إنه عندك أخطاء وصح. We'll be right back.